يا مساء الفل، يا مساء الجمال. عاملين ايه حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده بقى هنعمل اكله حلوه طبعا للرجيم. طبعا انا اليومين دول بعمل رجيم، فطبعا اللي متابعني عارفين ان انا بعمل اكلات صحيه. فطبعا ما لقيتش احلى من السمك المشوي. النهارده بقى عملت سمك مشوي وعملت سلطه وفي رز وفي عيش، بس طبعا ده مش ليا. اللي عايزه يا جماعه تخس هتاكل سمك وعيش بس، مفيش لا رز ولا في مكرونه ولا في اي حاجه. وايه رايكم يا حبايب قلبي في الفيديو ده؟ طبعا معانا بقى السمك المشوي ومعانا العيش ومعانا السلطات الجميله دي. يلا بينا حبايبي بقى نشوف الفيديو كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. يلا بينا بقى نكمل نظام الرجيم وشوفوا هنعمل النهارده ايه. هنعمل النهارده اهم حاجه حبايبي طبق السلطه. عايزه اقول لكم طبعا معلومات عن الرجيم، لازم قبل الاكل تشربي كوبايتين ميه. طبعا عملنا كده معاكم ايه طبق سلطه كده. اهم حاجه في كل اكله لازم طبق السلطه ده. عملنا هنا بقى سلطه كده. طبعا انا اليومين دول الحمد لله بفضل ربنا طبعا بعمل رجيم، وطبعا لاول مره يشوفني في القناه ينزل كده يعمل لي لايك ويفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلوا مني ايه كل جديد. هنعمل ايه بقى حبايبي؟ طبعا معانا سلطه زي ما قلت لكم، وهنعمل جنبها ايه بقى؟ النهارده بقى يا حبايبي انا جبت ايه؟ سمك مشوي. طبعا انا جايباه من بره، لكن انا عامله معاكم قبل كده. بسم الله. معانا هنا حبايبي بقى سمك مشوي اهو. طبعا بالنسبه للي عايز يخس هتاكلي سمك من غير عيش، هتاكلي طبق السلطه الجامد ده وجنبه سمكه او سمكتين زي ما انت عايزه. بسم الله. عايزه اقول لكم لو انت مشيتي تبع النظام اللي انا بعمله ده هتخسي، يعني هتخسي. يعني انا بفضل الله يا بقى لي اسبوعين اهو، والحمد لله فضل ونعمه من ربنا. طبعا معانا كده حبايب قلبي بقى سمك مشوي. طبعا يا حبايب قلبي بالنسبه اللي عايزه تخس هتاكلي سمك وسلطه، مش هتاكلي لا عيش ولا رز. وعايزه اقول لكم بقى معلومات، لو عايزه تخسي قبل الاكل زي ما قلت لكم هتشربي كوبايتين ميه قبل الفطار وقبل الغدا وقبل العشاء. هتاخدي سمكة أو سمكتين مع طبق سلطة، مفيش رز مفيش عيش. عايزة أقول لكم يا حبايبي كمان برضو لو عايزة تخسي هتبطلي السكر، أي سكريات، ويا ريت يا ريت تبطلي الفاكهة في أول أسبوع وتاني أسبوع. يعني بصي بلاش الفاكهة خالص، مع إن الدكتور بيقولك ماشي كلي فاكهة، بس أنا بقولك لو عايزة تخسي اول حاجه هتبطلي الزيوت، هتبطلي السمنه، هتبطلي السكريات، هتخسي من غير نظام رجيم. يعني لو عايزه تخسي اول حاجه هتنامي بدري، مع ان النوم بدري ده صعب، مش هتتعشي متاخر قوي. تمام. هتبطلي السكريات، هتبطلي النشويات، الرز والمكرونه. هتاكلي ايه؟ هتاكل اسماك، هناكل خيار، هناكل طماطم، هناكل جزر، هناكل جبنه. في اكلات كثيره وحلوه يا جماعه، والله في اكلات على فكره حبيب قلبي حلوه. هناكل مسلوق، لو انت عايزه تاكلي الفراخ تاكليها مسلوقه او مشويه، اللحمه برضو. اهم حاجه بلاش تحطي اي زيوت خالص، ولو هتحطي بتبقى بكميات بسيطه قوي. معانا هنا حبيب قلبي طبعا سمك مشوي زي ما قلت لكم انا جايباه. معانا هنا عيش. طبعا انا مش هاكل عيش، يعني لو عايزه يعني بكتيره قوي يبقى نص رغيف او رغيف، ده رغيف بلدي او رغيف سن. طبعا اللي عارفه ده رغيف سن او رغيف توست. ماشي يا حبيبي. بعد كده بقى
معانا ايه؟ اهم حاجه يا حبيبي جنب اي اكل طبق السلطه. انت كده كده لما تاكلي طبق السلطه هتشبعي. طبق السلطه بيكون عليه ليمون، يكون عليه خل، يكون عليه فلفل، يكون عليه الخضروات، يعني كتري في الخضروات. خلي بقى ما بين الوجبات ايه، جزر يعني دايما، جزر، طماطم، خيار، لكن بلاش سكريات خالص. منعي السكريات هتخسي من غير ما تعملي نظام ريجيم ولا نظام اي حاجه. لو انت منعتي السكريات هتخسي. معايا بقى هنا حبايب قلبي طبعا، بس ده انا مش هاكل منه. عملت بقى شويه رز صغيرين كده، انا هنا يا حبايبي بقى عملت شويه رز، بس طبعا انا مش هاكل رز خالص طبعا عشان ولادي. عايز اقول لكم كمان ان انا بقالي يعني كده اسبوعين ما بطبخش بسمنه خالص، ازاي مش عارفه، بس زي ما قلت لكم اللي عندها اراده لازم هتخس. هتخس ازاي؟ امنعي الزيوت، يعني انت كده كده جسمك مليان سمنه وزيوت، امنعيها. عايزه تطبخي يعني تحطي حاجات بسيطه قوي، لكن ناقص خالص السمنه وناقص الزيوت وناقص المقليات، هتبصي تلاقي ده جسمك ده نزل من غير ما تعملي رجيم. لو انت بطلتي زيوت بطلتي الحاجات دي كلها تلاقي نفسك ايه نزلتي. وزي ما قلت لكم يا حبايب قلبي معاكي كام حاجه كده، لو عملتيها هتبطلي السكر هتخسي سكريات خالص. معاكي بقى فنجان قهوه ساده، ده ادمان، يعني انت لو اكلتي الاكله دي وبعد كده فنجان قهوه ساده ده ادمان، مش هتجوعي تاني. حاولي بالليل يعني تاكلي زبدايه، تاكلي حاجه خفيفه، ده لو جوعتي طبعا، خيارايه، جزرايه، تمام. بعد كده قلت لكم النشويات، النشويات على فكره السكر كمان مش موجود في السكر احنا بنشربه، بس السكر الابيض موجود في العيش، موجود في المكرونه، كل دي فيها سكريات. النشويات بقى النشويات المكرونه والبطاطس، اي حاجه برده فيها نشويات نمنعها خالص. الرز، المكرونه، البطاطس، تمام. بعد كده هننام بدري، بعد كده هنشرب ميه كتير. جعانه اشربي ميه، والله قسما بالله، قسما بالله لو انتي عملتي اللي انا بقولك عليه ده هتنزلي. لو انتي جعانه اشربي ميه، تقومي من النوم تشربي ميه. بس كده حبايبي بقى. وزي ما قلت لكم عملنا النهارده سمك، طبعا السمك ده انا جايباه جاهز وعملته معاكم قبل كده على القناه، سمك مشوي، ودايما بناكل مشويات. عملنا طبق السلطه، وزي ما قلت لكم اللي عايزه تخس هتاكلي سمكيه او سمكتين مع طبق سلطه. وبعد كده قلت لكم يا حبايبي اهم حاجه تشربي قبلها ميه، وتشربي بعدها فنجان قهوه ساده. وعايزه اقول لكم كمان شويه حاجات كده، اهم حاجه يا حبايبي طبعا اللي اول مره تشوفني في القناه، بالله عليكم بالله عليكم تنزل تعملي لايك وتشترك في القناه عشان يوصلها مني كل جديد، وخليكم معايا وهتخسي، يعني هتخسي قسما بالله. يعني اول حاجه لازم يكون عندك اراده، او عندك اراده هتخسي. طبعا كلنا بقى بنبقى قاعدين في البيت، لا نستنى المحشي، لا نستنى البشاميل، لا نستنى كل ده، لحد ما لقيت نفسي مليت جدا. يعني انا كنت ما شاء الله زايد 10 كيلو، بس بامر الله بامر الله ان شاء الله هنزلها. خليكم بقى معايا وتابعوني على القناه وان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. وبكده حبيب قلبي بقى نكون عملنا الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم، ويا رب تتابعوني على القناه عشان هيوصلكم مني كل جديد وعالم التخسيس. ويا رب لو عايزه تخسي هقول لك بالظبط تعملي ايه. طبعا ده بقى زي ما قلت لكم النهارده سمك مشوي وسلطه، وهتاكلي انت سمك مشوي وسلطه بس، تمام. وانا عملت هنا بقى شويه رز طبعا عشان اولادي، لان اولادي ما لهمش ذنب في الرجيم. وده يا حبايبي كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. وبكده يا حبايب قلبي بقى نكون نهينا الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا.